ميم نون الأذربيجاني دلالات وعلامات الأمة المرحومة في السكون والانتظار. الكلام في نقاط. أولا، كل عالم فقيه عادل يبرأ من كل الرايات والحكومات التي تقام باسم الدين والإسلام، ويبرأ من كل تنجيم وكيد وغدر وكسروية وعنف وإجرام يقوم به طاغوت ونظام إيران. ثانيا، ولاية الفقيه المقيدة أو المطلقة تثبت بشروطها وشرائطها، وهي فرع ولاية الأئمة وخاتم المرسلين عليهم الصلاة والتسليم، ولا علاقة لها أبدا بإقامة دولة ورفع راية، بل هي تخالفها نظرية وتطبيقا، وكما أوضحنا في أكثر من مقام. ثالثا، إن أئمة الهدى وجدهم المصطفى الأمين عليهم الصلاة والتسليم قد ساروا على منهج الوسطية والاعتدال والأخلاق الحسنة والتسامح والسلام، وقد أوصوا بذلك وشددوا علينا أن نكون من الأمة المرحومة، بأن نقعد ونسكن وننتظر ونعمل بورع واجتهاد وطمأنينة ومحاسن الأخلاق. قال عليه السلام: لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به، الورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم عليه السلام. من سره أن يكون من أصحاب القائم عليه السلام فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. فجدوا وانتظروا، هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. رابعا، بخلاف المنهج الإنساني الرسالي الإلهي، نجد ميليشيات وعصابات التكفير والخطف والقتل والتهجير والترويع والإرهاب وانتهاك الحرمات ونهب الأموال والثروات، وبقلوب متوحشة متلذذة سادية يتم خطف وقتل الشباب وتفجير الرؤوس وإسالة الدماء وزهق الأرواح والتمثيل بجثة الأموات مع الحرق والرقص بطقوس مجوسية شنعاء، مقترنا ذلك بزرع وتأصيل الطائفية والفتن بين الناس وإشاعة الكراهية والعنف وصناعة الرعب والترهيب في العراق وباقي البلدان. كل هذا القبح والظلم أضعافه يقوم به طاغوت إيران لعنه الله تحت عنوان المرجعية وولاية الفقيه وراية المهدي وحكومة الإسلامية والجهاد الكفائي وحماية الأعراض. قال السميع البصير: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. خامسا، تتجلى عقيدة البراء بالابتعاد عن الجهل وأئمة الضلال ورفض الانقياد والعبودية لغير الله، وإن كان بعمامة بيضاء أو سوداء، فالغالب الأغلب أنها عمامة شيطان يتعلم منها إبليس، وإن صاحبها إمام يقود إلى النار، وعلى رأسها أولاء كاهن إيران الشيطان الأكبر الذي يتشيطن على يديه إبليس وعمائم الغدر والضلال. جاء في القرآن الحكيم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجاء أيضا: أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. وجاء أيضا: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وجاء أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ملاخي عليه السلام: أيها الكهنة، قال رب الجنود: فإني أرسل عليكم اللعن، أما أنتم فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة، أنكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة. وقال عيسى المسيح عليه السلام: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظأن، ألسنتهم أحلى من العسل السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. سادسا، تتجلى عقيدة الولاء بأن نكون مع المنتظرين الأخيار والأمة المرحومة
المتمسكة بالعلم والتقوى والأخلاق والوسطية والاعتدال على سيرة ومنهج الأولياء والصالحين عليهم من الله الصلوات والتسليم. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. جاء في محكم القرآن الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال الإمام الصادق عليه السلام: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا والبراءة من أعدائنا، والورع والاجتهاد والطمأنينة، والانتظار للقائم عليه السلام. إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء، من سره أن يكون من أصحاب القائم عليه السلام فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا، هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. الصرخي الحسني.